أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة، أسرة جديدة من بيت العيلة. بنتعرف على أفرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه، بنشاركهم أفكارهم، أحلامهم، مشاكلهم. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا وهذه الحلقة الجديدة والأسرة الجديدة من بيت العيلة. أسرتنا لهذه الحلقة هي أسرة يعمل عائلها في وظيفة تقليدية، مدير مبيعات بإحدى مصانع الكرتون، يعول إضافة لأسرته ثلاثة من الإخوة المعاقين، ويصر كل الإصرار على قيامه بدوره كاملا في حياة كل منهم رغم ضغوط الحياة، لتكلل جهوده بالنجاح بعد أن استقل أولهم وتزوج وصارت له أسرته الخاصة. وتظهر بوادر نجاح هذا الأب الذهبي على أبنائه بحصول ابنه الطالب بالصف الثاني الإعدادي على إحدى جوائز مركز الموهوبين في مجال الكمبيوتر، وكأنما يكافئه القدر على دوره البطولي في حياة إخوته ذوي الاحتياجات الخاصة. أسرتنا لهذه الليلة هي أسرة الأستاذ أسامة أمين. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. معانا أسرة جديدة، كعادتنا دايما الأسرة في ما يميزها، سواء مجال العمل، سواء تفاصيل الحياة المهنية أو الخاصة. معانا في أسرتنا يمكن رب الأسرة بيعمل في مهنة عادية، هو مدير مبيعات في مصنع كرتون، لكن اللي بيميزه سيرته الذاتية، الأولاد، مسؤوليته عن أسرته الصغيرة، مسؤوليته عن إخواته اللي هو لا يزال حتى الآن متحملها رغم أعباء وضغوط الحياة، رغم الإعاقة اللي هي بتصيب ثلاثة من إخواته، إلا أنه هو قادر يتحمل كل مسؤولياته، قادر أنه هو ينجح في أكتر من مجال، سواء في مجال عمله، سواء مجال مشاريع في مشروع أو قطاع الصناعات الصغيرة، وأيضا في المجال السياسي له أكتر من نشاط. معانا النهاردة بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة أمين وأسرته. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ أسامة. أهلا بيك. أبدأ أتعرف بالأسرة وأفراد الأسرة. معانا الزوجة الأستاذة مجدة، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. ومعانا هاني، في سنة كام يا هاني؟ تاني إعدادي. تاني إعدادي. هاني مخترع، عنده أفكار خارج الصندوق من بأبسط الإمكانيات، من غير ما يكلف أسرته أو والده أي حاجة، هو بيخترع، هو ما بيرميش أي حاجة وبيخلق منها حاجة جديدة ممكن تكون مفيدة. وأنت حصلت على تكريم من مركز الموهوبين بشبرا، مش كده؟ صح. والاختراعات موجودة قدامنا، هنتعرف عليها، هنتعرف على أفكار هاني إيه هي. بس أنا عندي السؤال دايما أبدأ بيه أول الحلقة، إزاي الأسرة الحلوة اللي قدامي دي اتكونت من ابتداء من أول تعارف بينكم، أول لقاء بينكم؟ هو طبعا المدام تبقى بنت خالي، فانا عارفها من زمان وهي بيبي، يعني قرابه واصحاب بقى، يعني انتوا مش قرايب بس كنتوا يعني مقربين، يعني عيله واحده، وكنا هي بنت خالي، وكنت بروح البلد كتير في الصيف. اللي هي ايه، بلد ايه؟ في المنوفيه. المنوفيه. وهي كانت مقيمه في المنوفيه، يعني في بيت خالي، وكنا بنروح البلد طبعا في الصيف نلعب، والزراعه والحاجات دي، الجو نفسه يوحي ان المشاعر دي ممكن يعني تنمو فيه. هو هي ابتدت تنمو لما هي كبرت، لكن هي زمان ما كانتش فيه اي مشاعر. امتى بقى بدات تنمو؟ هي والدتي يعني ربنا يديها الصحه، هي اللي لفتت نظري، يعني ان بنت خالك اموره وكده، وبدا
ومش عشان بنت خالك يعني ما تبصلهاش، لا يعني هي ليه عندنا عارفه ان لما بيبقى الواحد في العيله كده فكلنا بنبقى اخوات، فمحدش بياخد باله قوي ان دي ممكن تبقى مراتك او دي تفكر فيها، بس هي هم الناس الكبار ليهم رؤيه تانية. ايوه فابتديت افكر في الموضوع كده. ارضاعا بقى لوالدتك ولا انت لقيت ان فعلا ممكن؟ هقول لك الصراحه، هو في الاول ما كانش فيه يعني الموضوع زي ما قلت لك كده، مش حاسس بان انا يعني انها الفتاه اللي بدور عليها او كده، مش عشان هي قاعده، بس طبعا مش فكرت بعديها بشويه لقيت ان مش هلاقي احسن منها، عارفه طبعنا وعارفه ظروفنا وعارفه كل حاجه، لان انا كانت عندي الاسره ابتدت تظهر عليها بعض مشاكل اخواتي، فكان صعب ان اي حد يخش على الاسره. ايوه ويتحمل المشاكل والضغوط ما بقاش محرج، اخواتي ما تبقاش محرجه منه، يعني الوضع ده كله فكرت فيه بشكل عام يعني. وابتديت بقى، هي كانت لسه صغنونه يعني، كانت لسه في ثالثه ثانوي كده. ايوه فيعني او في اول الثانوي، فلسه مش عارفه وفرحانه بقى ان ابن عمتها جاي من مصر وبتاع، فاهمه يعني ياما هنا ياما هناك. ده حقيقي. طب انا اسمع صوتك بقى، رايك في تقريبا يعني. بصي احنا عاده لما يتقال لنا ابن عمتك او ابن عمك او ابن خالتك او إيه، بنقول لا ده زي اخويا، احنا طول عمرنا مع بعض بنتعامل كاخوات. مظبوط. ما جالكيش الرد ده على بالك لما اتقال لك الموضوع واقترحوا عليك الموضوع؟ هو عشان كان بعيد شويه عني، فيمكن الموضوع كان ما كانش مقيم معايا في البلد ولا كده، ف يعني ده اللي جاي بقى من القاهره. كان عندك حلم انك تروحي القاهره وتسيبي البلد؟ طبعا كان اهم حلم. اهم حلم. خاص بقى بانك تحققي طموحك، شغل، مستقبل، ولا عشان مجرد العيشه افضل؟ الاثنين يبقى العيشه افضل، وجو الفلاحين اللي بيعيش فيه يعني بعد شويه خلاص بيزهق منه، عايز حاجه ثانيه، تغيير. ايوه. انا عارفه ان انت بداتي حياتك ان انت اشتغلتي. دلوقتي ست بيت مش بتشتغلي، لكن بداتي البدايه كان ان انت عندك طموح واصريتي ونزلتي واشتغلتي. ايه سبب بقى ان انت ما كملتيش؟ كان اول ما جبت اندرو فكان صعب خالص ان انا اسيبه مع عمتي، والبيت كان فيه ضغوط اصلا، ظروف اخواته وكده، فما قدرتش ان انا اسيبه. ايوه. فاضطريت ان انا. مش بتحسي ان كده ظروفك كأم وزوجه انت كده ضحيتي بحلمك؟ يعني كنت زعلانه، كنت زعلانه، بس يعني فضلت ابني برضو قبل اي حاجه. ايوه. ان انا مش هبهدله عشان اي حاجه. تمام. لكن انت ما كانش عندك مشكله ان زوجتك تشتغل؟ انا بحب دايما اسال السؤال ده علشان عندي مشكله انها قاعده، بضرب مثل بيفو. هي بقت عندي مشكله انها قاعده. يعني لو كانت شغاله كان زمانها دلوقتي شايله الليله معايا. هي فعلا الظروف دلوقتي محتاجه إنها الزوجه تشتغل والزوج يشتغل ويشيلوا هما الاثنين. في الاول يعني عرضت القماش قوي، ولا والولد وبتاع، بس يعني اقدر ندمت. يعني انا اول مره اشوف حاله ان الزوج هو اللي ندم، مش يعني. يعني انا بسالها على اساس ده حلمها اللي اتخلت عنه وضحت عشان دلوقتي. يا استاذه صدقيني هي عاوزه تشتغل يعني. دلوقتي عاوزه تشتغل، بس طبعا يعني فاهمه مجال الشغل مش متوفر قوي يعني، حاجه تكون مناسبه للظروف برضو دلوقتي. هو كمان عندنا صعب انك تبدا في مرحله متاخره. أيوة تشتغل. لو ما عملتش سي في واثبتت نفسك من سنين، من اول سنين، من بعد ما تتخرج بمده قليله في مجال، بيبقى صعب جدا. صعب الا وشغل خاص. ممكن بقى تقترحوا على بعض. انا عارفه ان عندك خبره في مجال انا هاجي لها بعد كده، مجال المشروعات الصغيره. كتير عارفه ان عندك خبرات كتيره، بس انا عايزه اكلم هاني الاول شويه واتعرف على مشاريعك. يعني انا عرفت المشاريع دي انت عاملها من العاب قديمه عندك. جدا كمان. جدا. مش عارفه انت جات لك الفكره دي ازاي؟ يعني عاده في سنك يا بيلعبوا بالالعاب يا بيقعدوا على الكمبيوتر، انت عارف يعني كل اللي قدام بيعملوا ايه. ما احبش الكمبيوتر الصراحه. وفيسبوك والكلام ده. لا فيسبوك ماشي. فيسبوك، لكن الكمبيوتر ما يعني ما احبوش اقعد عليه اصلا. انا ما اقصدش كمبيوتر، انا اقصد لابتوب، اقصد تفتح فيسبوك من موبايلك. يلعبوا العاب، يخرجوا مع بعض، يتفرجوا على التلفزيون. اخر حاجه يفكروها ان هم يستفيدوا ويستثمروا وقتهم. فانت جات لك الفكره دي امتى وازاي؟ الاول كانت المشكله اللي تيجي لي، يعني مثلا انا قاعد العب باي حاجه، ان شاء الله لو بصلح اللعبه اللي باظت مني، عايز مثلا مكوه لحام،
زمان يعني كان معايا كنت اجيب سلك الفه على مسمار ووصله بسلك بسلكتين ووصله على بطاريه كبيره شويه عشان السلك يسخن، سخن المسمار اللي جوه. لما يسخن دوت المسمار يسخن مثلا اجيب بقى القصدير عشان الحم بيه مثلا سلكه لو اتقطعت مني من غير ما اقصد اقوم لاحمها، فاللعبه تشتغل تاني. كنت عاملها، فلقيت ان انت ممكن تعمل حاجات وافكار تترجم الحاجات اللي قدامك، الاشياء اللي قدامك دي سواء لعب قديمه سواء اشياء مش مستعمله، لا افكار انت بتفيدك انت اول واحد. طيب يعني انا عايز اعرف ايه اللي قدامك، ممكن يعني امسك لي كده دي مثلا ايه؟ دي مروحه انا كنت معملها مثلا عشان الصيف مراوح كلها عاليه شويه، وانا بحب اقعد مثلا على كرسي صغير اشتغل، انا مش عايز عملت مروحه خاصه، عملت مروحه صغيره. طبعا احنا مش متوفر عندنا وصله كهرباء او حاجه عشان نشغل الحاجات دي، بس هي شغاله، هي يعني مش منظر شغال. ودي كان بلور برضو عشان كان عندي حاجات مثلا لو في تراب في حته نضف الكيسه، عشان اندرو كان مثلا عايز يقعد على الكمبيوتر فكيسه بينضف التراب ويشيل التراب برضو على 12 فولت كل الحاجات دي. بص انت كان ممكن تلاقي كل الحاجات دي جاهزه موجوده في البيت، وده اللي بابا كان بياكده لي ان احنا عندنا الحاجات دي، بس هو الجميل منك ان انت تستعمل حاجات هي ممكن تترمي، اي حد عادي يرميها في حاجه جديده، منتج جديد، لان انا متاكده ان الافكار دي هتكبر معاك وهتتطور لحاجات تانية اهم وحاجات اصعب، ما دام عندك طريقه الفكر دي. وده كشاف نور، ده بيولع مش كده؟ انا شفته هو مولع. ده ايام الاخوان بقى ده ده كشاف نور بيولع، ده ايام الكهرباء. ها أيوة الكهرباء، ده كان يفكوا جامد قوي ده. ايام الكهرباء ومشاكلها مشاكلها بقى، فكان لازم يبقى، وممكن طبعا ان انت تعمله اقوى يعني ينور اكتر. بس ما دام البطاريه يعني. مثلا يعني مثلا جايب لها بطاريه ساعه عشان ما يبانش البطاريه تبقى كبيره. ايوه حطيت لها بطاريه ساعه ثلاث بطاريات عشان يعني النور برده يبقى متوسط، ما يبقاش لا عالي قوي ولا واطي قوي. ايوه ده استخدامك انت محتاجها دلوقتي بالقوه دي الضعيفه دي. ديت اللي انا بستعملها وانا يعني ببقى عايز اجيب حاجه مش شايفها اجيبها. تجيبها. وولعها. واخر بقى دي مسنة السكاكين. طب دي ماما ممكن تستعملها في المطبخ؟ دي مسنة السكاكين بستعملها. حقيقي. يبقى ماما ممكن تساهم معاك ان انت تطور بقى المشروع ده، تعمله بقى حاجه كده اقوى بقى من المنظر كمان اللي انا شايفاه. ما دام ماما بتستعمله. ودي ده بيقطع الفل دوت السلك ده كله باين ولا لما قربت شفته السلك ده عادي. ده سلك بيعمل ايه بقى السلك اللي بالعرض ده؟ اول ما بيوصله الكهرباء بينور من السخانيه. اجيب فلفل مثلا عايز اقطع اسم شكل اقطع بيها، تقطعه بسرعه بدل ما اقطعه بالسكينه ويتكسر. تمام. الجميل ان حاجات مش مكلفه خالص، ما كلفكش ولا جنيه يعني، ولا يعني ممكن شريط لحام زي كده. حاجات بسيطه يعني. بسيطه خالص، بسيطه قوي. بسيط يعني. تمام. وايه بقى اخر واحد ده؟ ده الشنيور. ده زي شنيور. انت بتستعمله؟ انا بستعمله يعني مثلا حاجات البلاستيك، حاجات صغيره عايز اخرم بيها، بس ما كانش عندي الشنيور الكبير، وحتى لو كبير برضه مش هقدر استعمله لانه مش هيبقى نفس الحاجه اللي انا عايزها. ايوه. فجبت موتور وعملته هنا من الحته اللي قدام، يعني بردتها خليها زي الشرط عشان تعرف تخرم وهي نازله. ايوه. وهنا مفتاح كهرباء. ونقف. وهنا دوت مضخه ميه. ده بتاع مسدس ميه متهيألي قديم مش كده؟ يعني انت مسدسات الميه اللي كانت عندك دي انت استخدمت الماسوره بتاعتها. وبقى الشنيور اللي قدامنا اللي هو ممكن يتطور يبقى شنيور يعني. طيب قول لي يعني بتفكر تطور الحاجات دي؟ لما يعني انت لسه في ثانيه اعدادي، بتفكر بقى ان انت فيما بعد ممكن تتوفر لك امكانيات اكتر فتطور الاختراعات بتاعتك؟ انا لغايه دلوقتي يعني بشوف الحاجات اللي واقفه قدام عمامي مثلا، يعني المشترك بيبقوا عايزين يقفلوا حاجات من بعيد، عايز اعمل لهم واحد برموت مثلا. في بالك ان انت تعمل كده؟ عايز اعمل مشترك برموت. أيوة. حاجات زي دي يعني. اي مشكله بتصادفك. أيوة. انت بتفكر انت تحلها وتعملها اختراع، ده اللي انا فهمته. ايه مثلا لما بتبقى عامله كده عايزه افردها في حاجه مثلا، اشدها في حاجه اساتيك حاجات زي كده. ايوه يعني تبقى جهاز طبيعي يعني. تفرد الايد حاجات زي كده.
فبتفكر كل ده انت تعمله وتصنعه. برافو عليك يا هاني. طيب بما اننا بنتكلم عن المخترع الصغير هاني اسامه وبنتكلم عن الاختراعات عموما والابداع، الابداع فكره الابداع ان انا اشغل دماغي، ان انا بقلل الامكانيات المتوفره قدامي بخلق حاجه، منتج جديد مفيد، حتى لو في البدايه مفيد على مستوى صغير مفيد ليا انا بس ده هيتطور اكيد. بالتالي هنشوف مع بعض تقرير ونرجع نستكمل حوارنا مع اسره الاستاذ اسامه امين. الأسرة هي أول حد بيكتشف القدرات الموجودة عند الطفل أو الموهبة الموجودة. أي أسرة هتكتشف موهبة، سواء كانت موهبة فنية، موهبة رياضية، أيا كان نوع الموهبة دي، بالتأكيد في أماكن معروفة نودي فيها أولادنا، نبقى مأمنين عليهم بحيث ان احنا نستفيد من القدرات الموجوده عندهم ونعرف نراقبهم ويبقوا قدام عينينا. انا دوري كأب او مثلا او كمدرس مثلا في المدرسه ان انا ممكن انمي الموهبه دي، عشان انا لو ما نميتش الموهبه دي ممكن الموهبه دي تدفن معاه او تموت معاه. بمتابعتي لابني على طول بصفه مباشره او لبنتي بصفه مباشره، سواء في الدراسه او سواء في النشاط الرياضي اللي هي بتعمله او سواء بسلوكها في المنزل، لو لقيت عندها اي موهبه معينه اقدر انميها عندها عن طريق الاطلاع على الانترنت، عن طريق الاطلاع على وسائل الاتصال النهارده بقت متاحه في كل حاجه. بنتي عندها موهبه الرسم، فبجيب لها الحاجات اللي هي بتطلبها من الادوات الرسم والالوان واللوح. عنده موهبه ان هو ايه بيبتكر حاجات يعني، فبوديه انا الاماكن اللي في قسم في المكتبات عندنا رئيسيه للابتكار والديكورات والحاجات دي، فبتنمي موهبه. متابعه طفلي لازم اشوف ايه المهارات اللي اقدر انميها معاه وايه هو اللي بيحبه عشان انا اقدر اطلع اللي جواه واقدر انمي مهارته واتابعها. التشجيع والحافز اهم حاجه، والصبر، الصبر على البنت والمكافاه لما تكون بتعمل حاجه منتجه كويسه طيبه بنكافئها على طول، رحله كويسه، هديه كويسه، فسحه كويسه. بس البنت الحمد لله متفوقة جدا في الدراسة وفي السباحة. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، بنستكمل حوارنا مع اسره الاستاذ اسامه امين. كل سنه وانتم طيبين جميعا، كل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين وفي استقرار وسعاده، ومصرنا في امن وتقدم واستقرار يا رب. اكيد دي امنيه كل المصريين. اكيد طبعا. نعرف عيد الغطاس ليه تسمى كده؟ في يعني لو هنبعد عن موضوعنا معلش شويه، فرصه بس وانتم معانا نعرف يعني ليه غطاس. هو عيد الغطاس لان ده اللي اتعمد فيه السيد المسيح في نهر الاردن، عشان كده يعني جاء من الغطس. ايوه، غطس في نهر الاردن. واحنا بقى طبعا الطقوس العاديه بيبقى فيه قداس في ليله 18، اللي هو العيد يبقى 19. ايوه، الليله بالليل زي يوم العيد كده، في قداس بالليل يوم 18، وبنطلع المفروض بقى تاني يوم بناكل قلقاس ونص قصب، والقلقاس دي رمز لراس يوحنا المعمدان وقلبه ابيض عشان قلبه قلب كده، والقصب طبعا برضو لانه مسكر ومش عارف، يعني حوارات كتيره. بس الحاجات يعني دي الاكل ده كله رموز يعني، بس هي اي ثينك يعني انها كلها فرعونيه. ايوه، بس احنا يعني اتطورت في المناسبات دي يتاكل الاكل ده في الظروف دي. أيوة، لكن مش يعني اقصد دينيا ما لم يذكر، دايما الاكلات في اي دين اكيد مش من الفروض يعني، لكن هي بتبقى يعني عادات اكتر يعني. مش لازم ياكلوا كذا عشان هو العيد ده كده، بس هو هي دي عادات فرعونيه ويعني واتخدمت على المناسبات دي. ايوه، اي ثينك يعني. لكن ما فيش صيام بقى ولا في برامون، بيسموه برامون قبلها يوم نفس اليوم يوم نفسه دوت بيبقى صيام.
أيوة. اللي هو يوم الاربعاء بالليل. يوم الاربعاء يوم الاربعاء بيبقى صيام بالنسبه لكم؟ بيبقى صيام عادي بقى. وتاكلوا القلقاس بالليل؟ وناكل القلقاس بالليل بعد الساعه 12 بعد 12 بالليل بعد القداس. يعني في الصبح بقى يعني في ناس بتاكلوا كده وفي ناس بتاكلوا كده، بيعتبروها يعني هو ليله عيد وكده يعني. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه حضرتك. طيب وعايزه بقى اتكلم معاك عن الاسره على مستوى اكبر، لان انا لما قدمتك قلت من حضرتك لفتت نظرنا ان حضرتك بالاضافه لاندرو وهاني واستاذه ماجده ودول مسؤوليتك واسرتك، عندك اخواتك اللي لسه لغايه دلوقتي انت مسؤول عنهم، و التفاصيل هعرفها منك، بس اللي انا عارفاه ان هم ظروفهم مش طبيعيه، في اعاقه. مظبوط. فاعرف ايه بقى التفاصيل يعني. هو طبعا يعني واحنا اسره متوسطه، والدي كان موظف في السكه الحديد، ووالدتي ربه منزل، ومفروض انهم يعني يقال انهم قرايب بس من بعيد قوي، واحنا خمس ولاد وبنت. في اخويا الكبير واخويا اللي بعديه واخويا اللي بعد اللي بعديه، دول عند سن 17 18 سنه اصيبوا بمرض كده. لما رحنا للدكاتره قالوا انه ده مرض وراثي اسمه التاكسيا، اللي هو التاكسيا يعني بس طبعا كان بان في اخويا الكبير الاول، ما كانش لسه ظهر في اللي بعديه قوي. فلما رحنا للدكتور خيري السمرة الله يرحمه، فقال ان ده مرض يعني نادر وبيحصل كذا ضمور في العضلات، وبيبقى عدم اتزان في المخ، يعني المخيخ هو اللي بيتاثر وده بيعمل عدم اتزان، وبيبتدوا ان هم يمشوا بطريقه يعني مش سليمه، يحسوا انهم هيقعوا لغايه ما بيبقوا يقعدوا خالص، بقوا مقعدين على كراسي متحركه. ابتدى الوضع دلوقتي يتطور ان الايد نفسها كمان ما يبقاش فيه. ده كام من اخوات حضرتك كده؟ ايه؟ كام من اخوات حضرتك يعني؟ ثلاثة. التلاتة كده؟ التلاتة الكبير واللي بعديه واللي بعد اللي بعديه يعني كده، اللي هو الصغير، ولنا اخت الحمد لله كويس. كويسة ومتجوزة وعندها توينز ما شاء الله. طيب يعني انت بتقولي القرابة بين الوالد والوالدة من بعيد، طيب ايه السبب يعني؟ ما اعرفش يعني، على حسب. انا كنت يعني بكالوريوس تربية ودارس شوية في علم الوراثة وكده، فان في جينات متنحية بتتقابل مع جينات متنحية للحظ السيء اتقابلوا بين يعني الاب والام يعني. يعني مش عارف طبعا، ولكن حصل دوت بشكل او باخر. حتى يعني قالوا طب في حد في العيله زمان كده؟ ما كانش في حد ما فيش اي حد يعني. على حسب المعلومات اللي وصلتني او انا تحريت على القصه دي ما كانش. لما بسال لحضرتك عن التفاصيل اكتر، قلت لي ان اخوك الاكبر اللي هو اول واحد اصيب كان متابع مع الدكتور، فحالته وقفت ما اتطورتش للسيء قوي او للاسوء. بالظبط يعني. لكن اخواتك التانيين قلت لي ان الحاله النفسيه لعبت دور شويه، فحالتهم اتطورت لامراض اخرى زي السكر والضغط. مظبوط. ده يخلينا نقول الحاله النفسيه مهمه في اي مرض. طبعا الحاله النفسيه مهمه في اي مرض جدا، في كل حاجه. ده في كل حاجه يعني، في نواحي الحياه كلها الحاله النفسيه لو جيده انت بتعملي اي حاجه وتقدري تنجزيها بسرعه وكده. حتى لو بتاخد علاج فانت حاسه انه هيعمل حاجه هيعمل حاجه. لكن لما الواحد بيبقى نفسيا محطم فحاسس انه بياخد العلاج مش هيعمل نتيجه، بياخد الحقن مش هيعمل نتيجه، فعموما هو نفسيا بيبقى. وهو ده كان احساسهم. ها الاحساس انه شافوا اخوهم الكبير يعني ما قامش يجري يعني بعد العلاج الكبير والطويل والمكلف. واحنا اسره بسيطه يعني ما عندناش الامكانيات ديت، فحاسوا انه نوفر بقى يعني الدنيا شويه، مفيش داعي خلينا زي ما احنا. فزادت الامور عندهم اكتر يعني، رأفة الكبير تحجمت عنده الامور نسبيا، وحتى اتجوز وخلف توينز وعنده في الجامعه دلوقتي وعنده ولد ثالث في ثانويه عامه. ده خبر رائع يعني. هو استقل وليه اسرته الخاصه وولاده يعني. وكان هو بقى كان عنده يعني الصراحه ايه حب الحياه ومقاوح بالرغم من اعاقته، ما وقفتش قدامه يعني، كان عاوز يعمل كل حاجه بيعملها. أيوة. وبكالوريوس تجاره هو وتحدى الموضوع بشكل كبير. مهم قوي ان احنا نقاوح، ومهم قوي ان احنا نبقى بنحب الحياه قوي. يعني ما نستسلمش. صحيح. عادل اخويا اللي بعدية وموريس الاصغر، طبعا كان لينا اخ برضو من ضمن الحاجات اللي
احبطتهم نفسيا او احبطت الاسره كلها نفسيا اخويا هاني اللي هو انا مسمي ابني مسمي على اسمه. ده كان سليم وكان حد محبوب جدا في الشارع وفي البيت وفي العيله كلها، وفجاه جاله كانسر وقعد حوالي سنه ونص او سنتين يتعالج منه، وكان جاي له في العمود الفقري فما كانش بيتحرك، نقله على نقاله، يعني كان وضع سيء جدا. ف اتوفى. فده برضو عمل نوع من حالة النفسية المحبطة، وبقى أوفرلود عليا أنا، بقى الموضوع بقى أوفرلود عليا يعني. والله بص أنا عايز أسألك السؤال ده، أنت وضعك وقبل ما أسألك على وضعك أنا عايز أسأل وضع الوالدة هنا. الوالدة دي بقى دي اللي أنا عايز أسأل عليها بصراحة. دي بقى يعني. أنا بتمنى يعني بجد أمنية إن أنا أكرم الست دي، أو يعني دي عاوزة تمثال إنها بتخدم، كانوا التلاتة وبتخدم الأسرة كلها، وعاوز أقول لك إنهم ما بيعرفوش حتى يشربوا كوباية المياه لوحدهم، ومش عاوز أقول لك بقية الحاجات التانية، سواء يغير هدومه ويخش الحمام، مفيش حد، مش عاوز حد يعني غريب يخش يخدمهم. هي شايلة الموضوع من A to Z سنين طويلة، وأكيد هي دلوقتي كبرت يعني أكيد مش صغيرة. 70 سنة يا فندم، ربنا يديها الصحه يا رب والعمر والكفاءه يعني لم يعني ما تلاقيهاش مثلا يعني نشوفها ما يقولش ان عندها مشاكل، تخدم بحب، عمرها ما اشتكت وعمرها ما قالت حاجه، حتى لو انا قاعد مثلا ولقيت حد منهم بيتكلم بطريقه مش لذيذه فلو اتكلمت تقول لي سيبهم سيبهم كفايه اللي هم فيه. فدي انا يعني بتمنى انها تتكرم تبقى الام المثاليه، يبقى يعني لازم تاخد حقها بصراحه. لما يعني انا بسمع الحكايات دي ومنها الحكايه اللي حضرتك بتحكيها عن ام زي دي، انا بتبقى مصدر الهام ليا، بتبقى مصدر صبر، بيبقى مصدر حمد وشكر، ويعني حقيقي مش قصص عاديه بنسمعها كل يوم. فبالنسبه لك انت بقى في الوضع نفسه استاذه مجد بتعلم من صبرها، بتعلم من قوتها، يعني ازاي متحمله كل دوت وفي ابتسامه طول الوقت ومش عايزه حد يعمل معاها حاجه، بالعكس لو انتم محتاجين حاجه اعملها لكم. ايوه كده يعني. مش يعني هو طبعا دلوقتي فكره ان يبقى في حد يشيل طبعا صعب شويه، كانت الاول بتشيل لوحدها، فدلوقتي مع السن وكده ما بقتش قادره قوي. فاندرو يعني ربنا يديله الصحه، وهاني برضو وانا لو موجود بروح اشيل. ايوه انتوا بقيتوا خلاص رجاله دلوقتي يعني بقى تشيلوا وتساعدوا وكله. بس اقصد ان طول الوقت هي شايله كل حاجه. أيوة. شايله كل حاجه، مفيش ما بتخليش اي حد غريب يخش عليهم كمان ولا يكسفهم. بس ولا اللي اعرفه ان انت برضو حضرتك قايم واجباتك كلها لغايه دلوقتي تجاههم. الحمد لله. يعني بتقدر توفق ازاي مع الضغوط النفسيه قبل ضغوط الحياه كمان بقى العاديه؟ هو انا يعني ما اضحكش عليكي، في الاول كان عندي يعني برضه محبط نفسيا كده، بس لقيت انه يعني طب وبعدين؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا هقعد اكلم في نفسي وهبقى حاله يعني عاديه زي اي حد جات له حاله نفسيه وانتهى امره، يا اما لازم اكمل لان ده واقع وربنا اراد بالتجربه ديت، فاحنا لازم نكمل فيها والحياه هتستمر مش هتقف. ايوه. فخدت بقى الموضوع من بدري، يعني من بدري ان انا مش هقف على اي حاجه. اللي نفعك هنا الايمان، التقرب من ربنا، فلسفه خاصه بالحياه عميقه شويه، ايه اللي نفعك هنا يعني ايجابيه في الشخصيه؟ عندنا يعني لما يبقى في حمل تقيل عند الواحد كده في ديننا فنقول عليه صليب تقيل. نسبة إلى المسيح لما شال الصليب. أيوة. وكان وتعذب فده صليبنا. فالصليب ده يعني لما أتخلى عن إن أنا أشيله فأنا ما ببقاش كويس. يعني دي تجربة. يبقى تدين، جزء تدين زي ما أنا يعني. ده جزء. الجزء بقى اللي هو يعني خاص بالشغل، إن أنا كنت يعني طول الوقت بشتغل وأنا في قد هاني. وأنا قد هاني بنزل شغل. أيوة. فخدت على إن أنا لازم أجيب مصروفي. يعني مفيش حاجه اسمها بابا هيجيب لي. أيوة. مفيش حاجه الكلام ده، بابا يجيب اللي يقدر، يعني كفايه انه ياكلنا.
لكن اي رغبات خاصه بيا زياده انا لجيبها. يعني لبسي انا اجيبه، حاجاتي دي من زمان بقى من فتره، فابتديت اخش بقى وعرفت حاجات كتيره ودخلت في مجالات كتيره من العمل، صحيح كتير منها بقى بالفشل لكن كملت يعني، ما وقفتش، ما كنتش بيأس. مش لما يهاني بتسمع الكلام ده بتحس ان انت عايز تكون على مستوى المقارنه ببابا في الشغل، في الاعتماد على نفسك، بتحس بايه؟ اي حاجه بابا بيعملها يعني مثلا كده بقى معاه كده، يعني لما يجي يعمل مثلا عندنا حاجه باظت بتاع كده واقف معاه كده، ماما تنها تقعد تقول لي يا ابني ذاكر، ماشي ثانيه، يا ابني ذاكر، لا ثانيه بس ما اشوف بابا كده، يعني مش يعني بقى. انت بتترجم عارف ايه كده، ان بابا قدوه فعلا بالنسبه لك، مثل اعلى، انت متابعه وبتراقبه وبتقلده في كل تصرف صغير، كل حاجه. تمام. طيب عايز اتكلم عن شغلك شويه، عايز اتكلم على فكره هاني اللي قال لي وغششني ان انت دخلت في كذا مشروع وتجربه في المشروعات الصغيره واحنا بنتكلم. قال لي بابا ليه باع تجار، كنت بتساعده هاني؟ لا ما كان لسه. انت لسه صغير. لا ما كانش جه اصلا. ما كانش اصلا. هو بيسمع ولا بقى. كان يعني انا هو قبل الجواز كان ليا مجموعه مشاريع، يعني مجموعه كده يعني، قعدت في مره يعني احصرها كده فعدوا ال 35 حاجه كده يعني 35 محاوله انك تعمل مشروع، مشاريع خاصه يعني. وانا طبعا اشتغلت في النقاشه واشتغلت في المحاره واشتغلت في الكهرباء واشتغلت في السباكه. طب بصراحه كده ولا واحد فيهم يعني كان بدا ينجح في السباكه؟ كلهم كانوا بداوا ينجحوا لما ابتديت الفلوس تخلص، ما بقاش في حاجه تسد تاني، فكان لازم اصفي، كان يبقى عليا مكسور ايجار المحل، فبس خلاص المشروع حط رجله، بس ما فيش حد بيسلف حد وكده، انت فاهمه؟ ايوه. فاضطر ان انا اصفي الموضوع. ايوه. بس المشكله اللي انا يعني اكتشفتها بعد فتره، ان انا لما كنت اجي ابتدي حاجه تانية كنت ابتدي اللي انا خدت فيه خبره، ما تبداش حاجه جديده. لا كنت مثلا يعني دي النصيحه اللي تقولها لاي حد بيفكر يعمل مشروع صغير، ان لما يبدا الدنيا تنور معاك وتنجح ما تدخلش ما تسيبش وتدخل على مشروع جديد. عملت خدت خبراته وخدت مشاكله، عرفت انت غلطت في ايه، لما تيجي تعمل خلاص هتتلاشى الكلام ده، يعملوا على الصح. لا ما تبتديش حاجة تانية جديدة انت مش فاهمها. ايوه. واي حد عاوز يعمل اي حاجة لازم يبقى عنده خبرة فيها وهو فاهمها. يعني في ناس كتيرة دلوقتي يقول لك ايه، انت بتفهم في الموضوع مثلا زي الكرتون، طب انا معايا فلوس، انت اشتغل وبتاع. هو هيخسر. شور هيخسر. طب لو انت شريك وهو يخسر ليه؟ ما انتوا شركاء. انا هقول لحضرتك يعني اقصد هو المال مثلا وحضرتك اللي فاهم. ما هو يعني دي ما دايما الشركه يعني في مثل كده زمان يقولوا ايه، يغور الشرك لو في الغدا. في الشغل ده في مشاكل، انا اشتغلت اكتر، لا انت ما جيتش، انت رحت، انا بتاع، فحاجه من الاثنين، يا بتشغل فلوسك ودي حاجه هتبقى شركه ولا شغل، يا اما لو انت هتشتغل ايدي بايدك يبقى لازم تبقى فاهم. ايوه. لو مش فاهم هتزعل. دي النصيحة التانية. ده نهائي. اوعى تشتغل في أي مجال إلا لو أنت فاهم، حتى لو شركك فاهم لا ما ينفعش. أنت فاهم هو حتى بيعمل إيه، حتى لو مش هتحط إيدك معاه، بس أنت عارف إن الورقة دي بتيجي من هنا، الخامة دي بتيجي من هنا، عارف كل التفاصيل. أيوه. ما ينفعش تبقى سايب الدنيا، لأن أنت في الآخر أقل كلمة ممكن توقع بينكم. أيوه. واحد يجي من بره يقول لك أنت عارف هو بيكسب قد إيه فيها وبيقول لك كذا، ما أنت مش فاهم. أيوه. فبتحصل المشكلة. طيب انا هتكلم عن تخصص بقى حضرتك، مهنه ووظيفه حضرتك كمدير مبيعات بمصنع الكرتون، يعني عايز اكتشف صناعه الكرتون وعايز، بس اسمحوا لي ان انا نطلع لفاصل عن نفس موضوعنا برضو ونرجع نستكمله مع اسره الاستاذ اسامه. تعتبر صناعة الكرتون واحدة من الصناعات شديدة الأهمية بالنسبة للسوق المصري، حيث تعتمد عليها العديد من الشركات المعنية بصناعات أخرى، وذلك لاستخدام مادة الكرتون في التغليف.
وعلى الرغم من انتشار استخدام مادة البلاستيك كبديل للتغليف عن الكرتون، إلا أن توافر المواد الخام ورخص المنتج النهائي لا يزالان يمثلان عاملين أساسيين في بقاء هذه الصناعة. غير أن المشاكل البيئية المتعلقة بهذه الصناعة والتي تعتمد على استهلاك الأشجار وحرق الورق وبالتالي زيادة نسب التلوث، كلها تضع علامات استفهام حقيقية حول مستقبل هذه الصناعة ذات التاريخ العريق. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. بنرجع للاستاذ اسامه امين، هنتكلم عن وظيفته. حضرتك متخصص، حضرتك مدير مبيعات في مصنع كرتون. انا عايز اتكلم عن مدير مبيعات التسويق لمنتج، احنا محتاجين قوي في الفتره دي لو احنا بنتكلم على الصناعات المصريه، عايزين نشجع المنتج المصري، ازاي نفكر بطريقه مختلفه، نعرض منتجاتنا بطريقه جذابه، نسوقها، ندخل دماغ العميل، نقنعه بمنتجاتنا، لان كل دي علم وفن ومش موجوده عندنا كثير، مش في شركات كتير ولا في مؤسسات كتير. هو من وجهه نظري يعني الفينش، احنا عندنا مشكله في الفينش. احنا نجيب المكن من بره، تشطيب يعني لاي منتج، اي حاجه، اي منتج، سواء كرتون، سواء قماش، سواء يعني احذيه، عندنا مشكله. احنا المشكله دي عندنا من وانا طفله لسه عندنا لغايه دلوقتي، حتى الان يعني انا بسمع عنها بقالنا كتير سنوات. للاسف ان عندنا فكره الجوده دي، اداره الجوده دي بتبقى سوريه. في معظم الشغل سوريه، يعني هو هيستلم من الصناعي ده، فلو ما لقاش شغله كويس فيخصم له، فيصعب عليه، فيقفل المصنع في الاخر. أي. يعني التسلسل ده. أي. ان المنتج بتاعك هيبقى سيء، وبالتالي مش هتقدري تنافسي، يا يقفل يا يبقى بدرجه ثانيه، عمرك ما هتوصل. طب ايه الصح اللي يتعمل هنا؟ ما هقول لحضرتك، هو يعني متابعه اداره الجوده دي لازم تتفعل في كل المصانع وكل اي جهه. يعني ما فيش حاجه اسمها دي يصعب عليك، الجيد والاقوى هو اللي يستمر، والصح هو اللي يستمر. بالظبط، وان اداره الجوده دي تبقى فاهمه كويس هي بتدور على ايه. مش ان هو متخرج من مدرسه او من كليه قسم جوده، فجوده احنا هنا بقى هنتكلم ان المديرين اللي هم بيشتغلوا في اداره الجوده هم نفسهم يبقوا فاهمين يعني ايه اداره جوده في شغلهم. بروح اخش على شركات بتبقى مثلا شغاله في مجال الالبان، في مجال الثلاجات، بتاع الجوده هو اتخرج من كليه ما يعرفش حاجه عن فكره ان هو يستلم الجوده. ايه الجوده في ده؟ يعني انت مطلعه، هو عنده شويه تعليمات المدير اللي قبلي قال له انت تاخد 10 سنتي في 10 سنتي توزنهم، طلعوا 10 جرام يبقى اوكي، فانا اقدر ادي لك ال 10 جرام دول تراب، مش خامه، مش جوده. فلازم يبقى فاهم كويس المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لجوده المنتج. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندنا العمال بتاع، احنا عندنا شغل مطلوب، يعني انا عندي مشكله في العمال كتير، بالرغم من يقول لك في بطاله وقاعدين على القهوه، انا مش لاقي. احنا مش بنتكلم على الكم هنا، احنا بنتكلم على العامل، الجوده بقى، جوده العامل نفسه. حتى العامل اللي مش فاهم، حتى اللي مش عارف حاجه خالص محتاجه، بس هو ليه يعني بقى هو مش بيجي ليه؟ عشان الاجور ولا عشان الاجور؟ عشان الالتزام. احنا اتضربنا بعدم الالتزام، مفيش حاجه اسمها هو يجي الصبح بدري يمشي الساعه 4 او عندنا اوفر تايم فيمشي 8، مفيش الكلام ده. هو عاوز يركب توك توك يعمل فيه 100 جنيه في اليوم، يمشي براحته، يجري براحته، مفيش مشاكل، بدل ما يجي بتاعه في اخر الشهر هيلاقي 1500 جنيه او 2000 جنيه، شايفهم ماهوش مش جامدين يعني. أيوه. وملتزم انه لازم يجي. أيوة. هو مش عاوز ده، هو عاوز يبقى حر نفسه. فدي القصه. حتى اللي هو صاحب مهنه وفاهم بقى وعنده الخبره، يعني بقى قال له
قالوا وبنلاقيهم القطاع الخاص علشان مرتباته أحسن، فهنا العامل بيضطر يلتزم بأي مواعيد وبأي كمية شغل، لأن هي بقى يحسبها أنا بتكلف كام بالظبط والأجر كام وهيكفي دلوقتي بظروف الحياة. للأسف كتير من الشباب مش العمال بس بقى التأمينات يحسبوها بقى. يعني مثلا إن أنا أبقى أخش تأمينات قطاع خاص اللي هو التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، الحاجات دي متوفرة في القطاع الخاص، لما بتتوفر في القطاع الخاص بيبقى الناس بتخش. في ناس كتيرة ما بتعملش كده، يعني في ناس كتيرة ما بتعملش الحاجات دي، فبيبقى شغال كأنه مش شغال، يعني حصل أي حاجة كله على حسابه. أيوه. فيعني فده برضو بيضر، يعني العامل بيبقى حس إن هو مش مستقر، فيقعد يدور على شغل حكومة طول الوقت، عمال يقدم في ورق عشان يشتغل حكومة، لأنه حس إن في الآخر صاحب المال ممكن يقوله بره، ودي مشكلة عندنا حتى الآن لسه يعني ما اتحسمتش بين الدولة وبين رجال الأعمال عندنا في مصر، إن يبقى في قانون يعم الكل. أيوة. يعني أو هو طبعا في أنت عندنا كم قوانين لا بأس بيها اتفاهم معاك، بس طبعا تفعيلها وإن كل واحد والرقابة على تنفيذها. يعني حضرتك لو رحت التأمينات فبتاع التأمينات بيجي ياخد المعلوم فخلاص يمشي إن الناس دي تأمن عليها. أيوة. في حاجات قطاعات كتيرة يعني مش عندي بس يعني. المبيعات كمان ومشكلة المنتج المصري زي ما حضرتك تقول التشطيب والجودة وإن إدارة الجودة تقوم بشغلها وتبقى فاهمة إيه المقاييس المفروض بتشتغل عليها، كل ده والعامل ومشكلة العامل وعدم وجوده، وإحنا وصلنا لدرجة إن حضرتك كمان بتقول العامل مش بتدور مين كفء ومين مش كفء، عايز بس عمال يبقوا متوفرين. أنا عاوز عمال، أنا محتاج عمال. إحنا بنتكلم بقى كمان هنا في المبيعات على التسويق. التسويق ده فن برضه مش موجود عندنا، دي دراسه لوحدها وكورسات وبنلاقي يعني. بره على طول في حاله تطوير وافكار في الاعلانات، في تسويق المنتج، في اقناع العميل بيه، في على طول تطوير وفي افكار جديده. احنا عندنا محتاجين ده يبقى موجود مع المنتج المصري. هو موجود، يعني هتلاقي في اداره التسويق واداره بالاسم المبيعات يعني؟ ما انا هقول لحضرتك اداره المبيعات واداره التخطيط مكاتب ويفق، ولكن تخش تلاقي هو موظف زيه زي اللي قاعد في الأوضة التانية بتاع التسويق، زي اللي قاعد، مفيش الأفكار فلا حتى لما تبتدي تلاقي حد عنده فكرة وعنده طموح انه يعمل حاجة بيتحارب من اللي حواليه بحيث ان انت هتقرفنا وهتشغلنا كتير واحنا كده كويس. ودلوقتي المصنع بيبقى عاوز مثلا سي، انا مثلا شغال في مصنع انتاجي، انا يعني هو مش عاوز نسعى ان انا هو يا دوبك بينتج مثلا 10 طن متباعين مش فارقه معاه. مشكله ان انا كده كده هقبض، او مشكله ان كده كده ده متباع، او مشكله ده بيحد من الابداع والابتكار، بيحد من من حاجات كتير قوي كتير يعني. كتير يعني الامور اللي هي بتتاخد كامور مسلم بيها خلاص. وانا عندي مكنه الطباعه دي بتطلع 3 لون، ممكن لو حد يعني مبدع شويه ممكن يخليهم 4 لون، ممكن يعمل كذا، ممكن المنتج ده يبقى ازود عليه درجه من الالوان فيبقى اشيك فيبقى احلى. لا ما عندوش الكلام ده، مش عاوز، انت كده هتزهقني. ايوه يعني وليه؟ ما هم بياخدوها 2 لون يا عم وخلاص. ايوه وهتعدي. طب هرجع اتكلم تاني مع الاستاذ اسامه عن الشغل، بس محتاجه اتكلم مع حضرتك بقى نروح فقره المنزل بقى شويه اللي انت اخترتيه مملكتك. وانا سامعه على فكره عارفه حاجات كتير اسرار، ان انت مثلا شاطره جدا في الاكل والطبيخ وحاجات كده، مع ان انا شايفاهم في منتهى الرشاقه يعني. بس بيقولوا لي ان انا نفسي حلو يعني. هوايه بقى وبتتابعي بقى برامج اللي بتقدم افكار دايما؟ مالكيش دعوه انت، الاكل البلدي ماشي على مدرسه ايه بقى؟ الاكل البلدي. الاكل البلدي الرقاق بقى والملوخية والملوخية يعني اعزمك في مرة على شوية ملوخية يا سلام. والطواجن اخبارها ايه بقى؟ جميلة. انت عارفة ان ده برضو يعني احنا يمكن بنبص له على انه حاجة بسيطة، بس اهتمام الست بانها تخلق جو معين في البيت مستقر، اكلة حلوة، قعدة حلوة، حاجة مرتبطة بحاجة بتحبوا تشوفوها فيبقى مصاحب ليها، كيكة، حاجة حلوة، ده ممكن ناخده ببساطة. لكن الجو الحلو في البيت داخل المنزل وبين الأسرة وبين أفرادها ده بيفرق كتير قوي.
في ترابط الافراد مع بعض في علاقه الاسره وتقويتها. مش عارفه انتوا معايا ولا لا فعلا يعني مثلا لما يعني تعمل لنا مثلا ايه رز معمر لا يبقى انا اتعزم على الرز المعمر مع الناس يعني مثلا ما تعمل لنا رز معمر. مفيش حد مثلا بيعمل رز معمر كتير او يعني تلاقيه فلما نقعد كلنا ناكل في رز معمر حاجه فبترجعنا الروح كده جميله ايام ما كنا بنروح البلد زمان والفرن وريحه وبعدين هي ما بتعملش اي حاجه غير بالسمن البلدي. الله ده يعني كلام بقى جامد قوي دلوقتي خطير يعني دلوقتي البيض البلدي عارفه انت الحاجات دي بتلجأوا بقى للمنوفيه تجيب لنا كل حاجه بجيبها من كل حاجه من هناك من المنوفيه. في حنين حاولتوا تعرفوا هاني واندرو بالمنوفيه والاماكن اللي بتحبوا تقعدوا؟ انا عندي اخويا الكبير مقيم هناك فبنسافر له على طول. اخويا اللي هو رأفت اللي عنده التوينز دوت مقيم هناك وهاني واندرو يعني كل الاجازات تقريبا يعني كل الاجازات بيروحوا يقضوا وقت كويس هناك معاهم. يعني بتحب المنوفيه؟ بتحب تقضي الاوقات دي ولا بتروح جدا؟ اروح العب مثلا واقعد مع اولاد عمي اروح مثلا لغايه صيد الحاجات زي دي صيد كمان احب اصطاد مع بابا. اي يعني بتتميز عن جو القاهره والمدينه بايه؟ واسعة يعني ما فيهاش في عربيات واللي هتلاقي عربية يبقى حاطة راكنها كمان مش أيوة. مش مشغلها ورايح جاي بيها. وهناك الناس مختلفة يعني أعصابها أهدى مثلا؟ إيه ده عادي خالص كده مش مفيش ريلاكس خالص وهادين خالص كل حاجة من دماغه وقعت. وصحتهم حسيت إن ده الجو ده والعيشة دي فرقة في الصحة والأماكن يعني المفتوحة اللي من غير عوادم عربيات فرقة كتير. طيب عايزة ارجع لشغلك مرة تانية كمدير مبيعات بمصنع كرتون. اعرف كرتون كايه يعني كصناعة بنغلف بيها اشياء مختلفة؟ دايما اسمع عن صناعة الورق صناعة الكرتون، وهل صعب ان واحد يفكر في مشروع زي ده على مستوى اصغر بما ان ليك تجارب في مشاريع خاصة وصغيرة؟ هقول لحضرتك ويعمل مشروع ورق او كرتون ولا ده حاجة؟ لا هو عشان يعمل مشروع ورق مصنع ورق ده مشروع مكلف جدا. لازم يعني يبقى يعني حد معاه فلوس لان المكن اللي بيعمل الورق دوت والضرافيل والحاجات دي ومساحات فمحتاجه يعني وغليات وشغل كبير يعني فما ينفعش حد يعملها. لكن بعد ما بيطلع الورق يعني في مصنع الورق ده اللي هو بيدوب الدشت الكرتون القديم وتحط عليه بعض المواد الكيماويه ويتصب على درافيل تطلع الورق دي بعيارات مختلفة جراماج مختلف يعني بقى من اول 120 100 جرام 200 ل 300 واتيفر يعني. بعد كده يجي لنا الورق ده رول كبير احنا بقى مصنع الكرتون. في الكرتون يا اما 3 راق يا اما 5 راق يا اما 7 راق. 7 راق دي مش متوفر عندنا في مصر يمكن في مصنع واحد كبير. لكن المعتاد اللي هو 3 راق والخمسة راق يسموه سنجل ودبل. 3 ورق ده بيبقى 3 بكرات يركبوا في المكنه في خط التصنيع يعني واحد بيبقى كروتيد اللي هي الكريشه دي وواحد ساده فوق وواحد ساده تحت. ايوه دول كلهم يعني يتلزقوا يخشوا في حاجه اسمها بطانيه. البطانيه دي عباره عن درجه حراره بتسخن تنشف يعني دول بياخدوا طبقه نشا يلزقوا في بعض بيها بعد كده يطلع شيت يتقص بمقص على مقاسات معينه. لا دي حاجه معقده جدا. لا هي يعني مش معقده على ما اعتقد انها صعب ان حد يعني ده خط لكن في حاجات بقى اللي بتتعمل صغيره ايه في حاجه يعني قبل الخطوط الاوتوماتيك دي كان في حاجه اسمها مصنع كرتون بلدي. مصنع كرتون بلدي ده بيعمل الكريشه دي ايوه ويلزق عليها وش واحد ايوه والوش الثاني يتطبع اللي هيبقى الوش ويتلزق حته حته يعني على مقاس كده. طب حلو ده مصنع كرتون البلدي في المساحه الضيقه. طب انت فكرتش ليه بقى يعني احنا دايما نقول للشباب فكروا اعملوا مشاريع صغيره الوقت ده محتاج كده والبلاد كتير مرت بظروفنا بتنهض بالمشاريع متناهيه الصغر او المشاريع الصغيره. انت عندك خبره في ده؟ انا عندي خبره. لا انا عايز افهم بس وجهه نظرك هل حاله البلد مثلا صعب ان عاوز اقول لحضرتك يبقى في مجازفه يعني برضو حتى لو عملت مصنع بلدي صغير زي ده فالمشكله في الانتاج. يعني انا لو ما انتجتش
اللي يكفي مصاريف يعني المكان. راس المال اللي تبدا بيه. يعني لازم الانتاج، لا كمان انتاجي من المنتج دوت، يعني السوق موجود بس المشكله في الانتاج، ان انا انتج يوميا كذا عشان يجيب مصاريف العمال والايجار والكهرباء والحاجات دي، لان البلدي بيختلف غير مثلا لو انتجت ممكن الخط الاوتوماتيك ينتج مثلا 50,000 شيت كل يوم، يعني 50,000 كرتونة. أي. لكن أنا لو عملت 2,000 كرتونة في البلدي هتقعد بالخسارة عليك في النهاية كحزب. ده يبقى كتير علي على البلدي. وبالنسبة للمصانع أنا عاوز حد برضه بيشتغل ومطلوب، يعني في ناس بتبقاش عاوز ال 50,000، مش عايزة تكلف نفسها عايزة تشتري بالرخيص. عاوز 1,000 كرتونة و 2,000 كرتونة، بس ده بيبقى تكلفته أغلى. ايوه عليا. فبرضه هو يعني انا بشوف يعني سوبر ماركتات كتير جدا واماكن كتير جدا بتستعمل الكراتين العاديه. يعني مش هقول لك بقى الكراتين اللي هي بالكرانيش لا ما هي حتى ما مش البلدي دي الكرانيش ده اللي هي جواها. انت ما تشوفهوش الكريشه اللي انا بقول عليها. يعني انا الكرتونه العاديه دي جواها كراتين، فيها كل اللي انا بقوله ده. اي كرتونه فيها كل اللي انا بقوله ده. بس انت بتشوفي وشين ساده وتحسي انهم يعني عاديه، بس هي فيها كل اللي انا بحكي فيه ده. طيب بعيد عن الكرتون بقى، خبرتك الكرتون طلع صعب. خبرتك بقى في السوق وشايف حضرتك ايه اكتر مشروع دلوقتي ممكن تنصح بيه شباب ان هم يعني مش عايز راس مال كبير، مش عايز خبره كبيره قوي وشغال. هل مشاريع متعلقه بالاكل؟ لان احنا كشعب مش بنبطل اكل. هل مشاريع متعلقه بايه؟ هو طبعا دلوقتي يعني التجاره بالنسبه لنهايه من مكان وبيع في مكان، ده أبسط المشاريع اللي بتعمل فلوس. أو التعبئة. يعني كان في مثل كده، لو جبت كيلو لب وعبيتيه في كياس صغيرة وبعتيه، لو الكيلو لب ده سي بعشرين جنيه بعتيه معبأ بتلاتين جنيه هتكسبي فيه وهيتباع. أيوه. يعني تعبئة بقى، أنت هنا بتقصد أي منتج؟ سكر بقى، رز، بهارات، كمون، فلفل، اي حاجه تخطر في بالك. ايوه. كميات عبيه. دي مش عايزه راس مال كبير. عاوزه مكن، يعني في ناس بتعمل مكن يدوي كده على قد ان هو يعمل تغليف وحاجه بسيطه وكيس مش مطبوع، يعني طباعه بسيطه. وفي مكنه اللي هي بيجيبوها جاهزه على طول، تحط لها المنتج من الناحيه دي يطلع متعبي في الكيس، حتى اللي هو السكر والكاتشب والكلام. أيوة. الحاجات دي ليها مكانها. فده ابسط حاجه دلوقتي، دي يعني ابسط حاجه وبتعمل يعني ومطلوبه وملهاش علاقه بحاله الركود او يعني. يعني هو هي مطلوبه. يعني انا شايف انها ده مشروع يعني ممكن كمان يتعمل في اقل مساحه ممكنه. أيوة. يعني لو في اوضه. هاني يعني همتك معانا بقى تفكر تحقق لبابا مشروع كده. يعني بابا اعترض، انا ممكن نفكر نعمل مشروع مع بعض. انا يعني واثقه فيك ان انت سنتين ثلاثه بالكثير وانت ممكن فعلا تساعد في مشروع زي ده مثلا. ان هو لما يبقى الاول عمل المشروع انا ممكن ابقى مثلا يعني اساهم بقى معاه في حاجه. خلاص شجعه. انا بشكرك يا هاني، سعيده بيك، مبروك على التكريم من مركز الموهوبين. بشكر ايضا استاذ اسامه امين، استاذه ماجده، شكرا على تواجدكم معانا. كل سنه وانتم طيبين اعزائي المشاهدين. الى اللقاء ان شاء الله في نفس الميعاد الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.